بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين. حلقه جديده ولقاء متجدد وبرنامج انا الوطن، موضوعات مهمه هنتكلم عنها الليله، وكمان بننفرد بتواصلنا فتح ملف غذاء المصريين. كنا اتكلمنا عن الادويه البيطريه وصناعه الدواجن، وملفنا النهارده حول الثروه السمكيه في مصر اللي هنناقشه مع اثنين من خبراء الثروه السمكيه في مصر، الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس هيئه الثروه السمكيه الاسبق، والمهندس حسين منصور الخبير في صناعه اعلاف الاسماك. لكن قبل ما ندخل في حوارنا المهم وملفنا، هنتكلم عن بعض الفقرات او الموضوعات المهمه. كلنا تابعنا بالامس سيناء في القلب دايما، وهناك اصرار كبير من الدوله على تعميرها بعد تطهيرها من الارهابيين. اخيرا اعلنت الدوله المصريه عن باكوره مشروعها القومي لتعمير سيناء وتسكين الاف المصريين وربما ملايين المصريين في المستقبل. تم الاعلان عن طرح مساحات 10 أفدنة ومنزل 175 متر للتملك في شمال وجنوب ووسط سيناء. أهم شروط المشروع، ونحط تحتها 100 خط، يكون المتقدم لأبوين مصريين ولا يحمل جنسية غير الجنسية المصرية. يعني ببساطة لا تملك لأجانب، المشروع بس للمصريين أبا عن جد. الأرض مجهزة بأبار الري وكمان شبكة الري، والبيت مجهز تماما للسكن مع توفير كافة الخدمات اللازمة من مدارس ومستشفيات. نقدر نقول ان المشروع هيكون متكامل لتحقيق تنميه سيناء وامن سيناء بل ومصر بالكامل، توطين كتل سكنيه من المصريين على ارض سيناء الحبيبه الغاليه. الحقيقه المشروع هو رساله لكل المتربصين والحاقدين. مصر تتقدم للامام في كل المجالات، وسيناء مش للبيع. لا تقولي صفقه قرن ولا وحيد القرن ولا القصر اللي بنهري فيها بقالنا سنتين ثلاثه. سينا الأولادها من أبناء مصر المخلصين، هي دي مصر وهي دي روح مصر، ومصر عبر التاريخ جزء واحد لا يتجزأ، وهتفضل إن شاء الله مصر واحدة متماسكة. نتكلم عن ملف التعليم.